اهلا بكم حضرات الساده المشاهدين على اكسترا نيوز، وهذه الفقره المخصصه من استوديو الان، والتي نتابع فيها فعاليات منتدى دافوس الصيني المقام في الصين، دافوس الصيفي في دورته 13 المقام بمدينه داليان الصينيه، والتي تستمر حتى 3 يوليو الجاري بحضور اكثر من 1900 سياسي ورجل اعمال وباحث وممثل اعلامي من اكثر من 100 دوله. وقد قال المتحدث باسم وزاره الخارجيه الصينيه جين شوانغ إن رئيس مجلس الوزراء الصيني لي كاي تشانغ سيحضر المنتدى وسيلقي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، كما سيلتقي مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب وقائد أو قادة الدول الأجنبية. كما أضاف شوانغ أن رئيس الوزراء الصيني سيتبادل وجهات النظر مع ممثلين من عدة مجالات مثل الصناعة والتجارة والتمويل ومراكز الفكر وكذلك وسائل الإعلام للحديث عن منتدى دافوس الاقتصادي.